ماذا يحدث عندما تنطلق صفارات الإنذار النووية؟ تخيل بقى صفارات الإنذار مش علشان في طوارئ طبيعية محدودة أو حتى طوارئ طبيعية كبرى أو حتى حرب نظامية بين جيوش، إنما حرب نووية. تخيل إنك تسمع صوت صفارة إنذار بحرب نووية. جزيرة هاواي أو ولاية هاواي بتشتغل دلوقتي على تدريب الناس على صفارات الإنذار النووية. لما تسمع صفارة الإنذار النووية تعمل إيه؟ طبعا في مخابئ وقت الحروب، إنما كمان في مخابئ نووية غير المخابئ التقليدية. وقت الحروب بيقولك تكون في مكان آمن قدر الإمكان، تحت الأرض قدر الإمكان، إنما مفيش خوف من الهواء إن هو يدخل إلى هذا المكان. المخبأ النووي ممنوع الهواء يخش، لازم تكون الجدران سميكة جدا، سمك الجدار مترين 3 متر على الأقل، متر سمك الجدار، مفيش شبابيك، لا أبواب ولا شبابيك ولا نوافذ. طبعا في باب لكن بيغلق بإحكام شديد، مفيش نوافذ نهائيا، كله في أماكن داخلية تماما، ممنوع الهواء يدخل لأن الهواء قاتل. هو مشكلة الحرب النووية إن الهواء قاتل، لأن الإشعاع بيكون موجود في كل مكان. الناس مش بتموت بفعل الانفجار النووي فقط، إنما الإشعاع الناتج عن الانفجار النووي يقتل ملايين الأشخاص. وبالتالي الأقبية اللي هي عبارة عن قباب أو مباني قديمة اللي هي سمك الجدار بيصل إلى متر وأكثر من متر، في أماكن وضعوها الأمريكان قبل كده وكذلك الإنجليز الفرنسويين الروس، إن في حالة حرب نووية ليها علامة، بتشوف العلامة دي تعرف إن دي علامة مخبأ نووي، تروح جوه المخبأ ده وتقعد. ولازم إحكام كل المنافذ اللي على الشاشة قدامنا، هو ده الشكل اللي عشان تعرف إن في مخبأ نووي، ده الشكل اللي تعرف بيه وجود مخبأ نووي في العمارة دي أو في هذا الشارع. طبعا زمان وقت الحرب العالمية الثانية كانت جزيرة هاواي أو سكانها، الحكومة بتقول خلاص صفارات إنذار، مطلوب إن السكان في غضون من 12 دقيقة ل 15 دقيقة يكونوا موجودين داخل المخبأ النووي، بحد أقصى ربع ساعة تكون جبت العيلة وكل أصدقائك وأصحابك والوالدة والوالد وكل دول، وفورا في خلال 15 دقيقة يكون الكل داخل هذا القبو النووي أو داخل هذا الملجأ النووي. إنما سنوات الحرب الباردة الناس خلاص نسيت، بعد الحرب الباردة الناس نسيت، دلوقتي رجعوا تاني بعد كوريا الشمالية يقولوا فين المخابئ النووية. في مخابئ موجودة في منهاتن، في كل نيويورك، في أماكن كتيرة في أمريكا. سنة 63 الجيش الأمريكي أحصى عدد المخابئ النووية اللي موجودة، كان الرقم 17,000 مخبأ نووي. 17,000 مخبأ نووي يقدر يكون جواه 11 مليون إنسان يتم وقايتهم من الحرب النووية. مشكلة المخبأ إيه؟ إن لازم يكون جواه أكل وشرب ودواء يكفي لمدة سنة تقريبا. يعني هو مش مخبأ وخلاص، ما في حد ممكن يدخل هذا المخبأ النووي ويعمل بيت بجدار حوالي 2 متر ويغلق جميع النوافذ ويبقى الباب كمان مصمت جدا. إنما المشكلة ما أنت لو فتحت الباب في أي وقت وخرجت في أي وقت لازم نظام يكون التهوية داخلي، ومفيش خروج نهائي بالنسبة للناس، وعندك الأكل وعندك الشرب وعندك الدواء، لا في مستشفى ولا في حد هيروح متجر ولا سوبر ماركت ولا خروج نهائيا. ممكن تقعد داخل المخبأ النووي شهرين 3 6 شهور، ممكن تقعد سنة نوويا داخل المخبأ. طبعا نتيجة ان بعد الحرب الباردة ما في صفارات انذار ولا في رعاية لهذه المخابئ، فكتير منها اللي اتباع واللي اتبهدل. حتى جسر بروكلين استخدم منه طوب كان في مخبأ نووي، في ناس باعت المخبأ النووي اتعمل متاحف او ما الى ذلك، في ناس اصلا هدته قال لك مخبأ نووي ايه، اصلا مش هنعوز مخابئ نووية تاني. دلوقتي بقى رجعوا الامريكان يسألوا
فين المخابئ النووية؟ الصحف الأمريكية نيويورك تايمز بعتت صحفيينها يسألوا الناس عن المخابئ النووية، هل أنت تعرف فين المخبأ النووي لو حصل في ضربة نووية لأمريكا؟ طبعا كل شوية يطلع حد سواء رجل أو سيدة، أسرة، كبار صغيرين، يقولوا لنيويورك تايمز إحنا أصلا ما نعرفش يعني إيه مخبأ نووي، وبعضهم أول مرة يسمع الكلمة، رغم أن البلد كان فيها 17,000 ملجأ نووي أو مكان للإيواء النووي فيما قبل. إيه اللي جدد هذا الكلام؟ إن زي ما قلت لحضراتكم كوريا الشمالية عندها صواريخ تقول أنها تصل إلى الأراضي الأمريكية، إنه 2018 الجيش الروسي هيدخل الخدمة صاروخ سارامات. الصاروخ سارامات اللي هيدخل الخدمة في الجيش الروسي 2018 ده بيسمى خليفة الشيطان. كان في صاروخ اسمه الشيطان، ده أقوى منه اسمه خليفة الشيطان، ده 11,000 كيلو، يعني يضرب أي مكان داخل أمريكا وأي مكان في العالم تقريبا. وبعدين هذا الصاروخ تقيل جدا، 100 طن، الميت طن دول منهم 10 طن متفجرات نووية. فتخيل بقى لو 10 طن من المتفجرات النووية بتنزل من صاروخ سارامات اللي هو خليفة الشيطان اللي هيدخل الخدمة 2018 في الجيش الروسي. وكذلك الصينيين عندهم، وكذلك الكوريين الشماليين قالوا ان عندهم، وطبعا الامريكان عندهم. اذا بنتكلم على ان بدأ البعض يتصرف على احتمالات حرب نووية او حرب عالمية ثالثة انه احتمال واقعي، ما بقاش كلام مثقفين. ودلوقتي في هاواي الاسابيع اللي فاتت حصلت السفارات الانذار النووي بالفعل، والاهالي اتدربوا على اللجوء لمخابئ نووية، ودلوقتي في نقاش ان هم يزودوا الميزانية علشان يرمموا المخابئ النووية ويبنوا مخابئ نووية جديدة. في بلد بقى زي اليابان جنب كوريا الشمالية، واليابان هي البلد الوحيدة في العالم اللي اتضربت قبل كده بقنبلة نووية، فاليابان دلوقتي خايفة جدا ان هذه الحرب تحصل وان يتم القاء قنبلة نووية او عدة قنابل نووية على الاراضي اليابانية. في هذه الحالة الناس هناك بتفكر، هم مدربين ضد الزلازل، ان لما يحصل زلزال او كذا تتصرف ازاي. المرة دي التدريب ايضا على سفارات انذار نووي ان هم يكونوا في مخابئ نووية. شركة في اوساكا قالت من اول ما ظهر الزعيم الكوري الشمالي وظهر الرئيس ترامب والاتنين بقوا قدام بعض، ودلوقتي الناس كلها تتهافت لشراء او للتعاقد على المخابئ النووية. وفي ناس اللي عندهم فيلات بيجي في جنينة الفيلا ويبني مخبأ نووي تكلفته قد تكلفة عربية تويوتا حديثة، انما عشان يأمن نفسه لو حصل اي شيء مش لسه هيمشي لاخر الشارع او على اطراف المدينة علشان يشوف مخبأ نووي للعائلة او للجيران. اذا موضوع الحرب النووية والصاروخ سارامات اللي ادخل خدمة 2018 خليفة الشيطان في الجيش الروسي، او الصاروخ 13,000 كيلو الكوري الشمالي، او صواريخ الصين، او سباق التسلح عموما سواء على مستوى البحر اللي هو غواصات، او على مستوى البر طائرات مقاتلة قاذفات استراتيجية او صواريخ، كل ده خلى ان دلوقتي في قلق حقيقي من احتمالات الانفلات، وان العالم في خلال شهور او سنوات قليلة يواجه القنبلة النووية الثالثة بعد هيروشيما وناجازاكي. محطة CNN عملت تقرير عن ولاية هاواي، جزيرة هاواي، اللي سكانها تلقوا تدريب ولا يزالون بتلقوا تدريبات هتبقى اكتر 2018 ازاي ممكن يتصرفوا لما ينطلق صاروخ يحمل رأس نووي يتوجه الى هذه الجزيرة المكتظة بالسياح. للأسف الشديد العالم بات حقا عند حافة الهاوية. في تفسير ما ذهبنا إليه وشرح هذا التحليل في مقطع فيديو من CNN، هاواي وهي تستعد لهجوم نووي من كوريا الشمالية. المقطع التوضيحي الثاني من محطة دويتش فيلا، اليابانيين وهم
بيجروا من أجل التعاقد على بناء أو شراء ملاجئ نووية. طبعاً الملاجئ النووية مش جديدة، إنما من أيام هتلر وفي ملاجئ نووية، لأن الألمان كانوا على وشك إنهم ينتجوا سلاح نووي، وبالتالي النازيين كانوا عاملين مخابئ نووية لهذا الاحتمال. إنما بعض المحطات الدولية قالت إنه في غابات الأرجنتين تم العثور على مخبأ نووي يعود إلى النازيين في زمن أدولف هتلر.